هانت والله يا ابني، احنا شغالين كويس قوي وقريب قوي هتتحل. مريم وزينة وحشوني يا بابا. مريم ما سألتش عليا ولا قلبها حن تيجي تشوفني. انا عارف انها اكيد زعلانه طبعا وندمانه على اللي عملته فيا، صح يا بابا؟ انا عارف انها بتحبني. مش مهم يا ابني الكلام ده دلوقتي، المهم دلوقتي انك انت تخرج من هنا. قعدة الزنزانة خلتني اكتشفت حاجات كتيرة أو ما كنتش شايفها. اكتشفت إن عملت مع مريم نفس اللي أنت عملته معايا زمان. أنت حرمتني، كنت شايف إن أنت كده بتعمل مني راجل، وأنا خنقتها وكنت شايف إن أنا كده بحافظ عليها. حبيتها بطريقتي زي بالظبط ما أنت حبيتني بطريقتك، وأدي النتيجة. مرمي في الزنزانة، مراتي اللي ما حبيتش غيرها في الدنيا هي اللي رمتني. طيب يا مدحت بيه، احنا اتكلمنا مع واحد من الشغالين عندك اسمه فرغلي، وهو دلوقتي بيفكر في الموضوع ايه، وقصاد الخدمه دي هنديله 2 مليون جنيه. وهيرد عليكوا امتى؟ قريب قوي يا ابني، والفلوس بتحل كل حاجه. تحل ايه بس يا حاج؟ تنسي ان انا هنا بسببها؟ انا مش عايزك تفكر كده، اخرج من هنا وصلح كل حاجه. المهم تخرج. انا خايف اخرج ومعرفش اصلح اي حاجه. المهم فعلا يا ابني انك انت تخرج من هنا، وبعد كده اي حاجه مقدور عليها. مفيش اي حاجه.